بقالي ساعة مستنياك، وفي ايه؟ كنت بحط بنزين يا فندم. بلا بنزين بلا قرف، انا مش هستناك كده تاني، انت فاهم؟ ايه الغباء ده؟ خلاص يا فريدة معلش، يلا اتفضلي انت. يلا يلا يا فريدة، انا كمان همشي، انا هروح. اوكي يا ريت يا فندم تبقى تطولي بالك علي شوية. نعم؟ هو انت مش عاجبك كمان؟ بقولك يا حربي، انا مش فايقالك يا فندم. الطريقة دي ما تناسبنيش، انت بتكلم راجل مع بكالوريوس، انا بشتغل معاك تحسين دخل مش اكتر، يعني مش جالك من مجاعة لو سبت الشغل هترمي في الشارع وبنت. الاهم من كل ده ان بحافظ على كرامتي، لان من غيرها معرفش عايش. ولو كلامي ما يناسبكيش انا ممكن انزل. حضرتك اتفضلي المفتاح. انت بتهددني؟ العفو، انا حبيت بس اوضح لك الصوره مش اكتر. انا اسف. انا تحت.